مشاهدينا مستمعينا، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء السياحية يأتيكم من قناة وجريدة أحواس براس إلكترونية. بداية، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف حركة سير القطارات على المناطق الغربية، وجاء في بيان للشركة أن سبب التوقف راجع إلى هبوب عواصف رملية قوية أدت إلى تراكم الرمال بخط هرم بشار، لا سيما ما بين رجمدموش والنعامة ومشرية. وأوضح ذات البيان أن حركة سير القطارات متوقفة ذهابا وإيابا بداية من مساء الأربعاء وإلى إشعار جديد. هذا وأجابت اللجنة الوزارية للفتوى أحد السائلين حول تحديد وقت الإمساك بعشر دقائق قبل أذان الفجر، وجاء هذا في الفتوى رقم 47 ردا على السؤال حول تحديد وقت الإمساك بعشر دقائق قبل الفجر بدعة مخالفة للسنة. وأكدت اللجنة أن هذا الكلام غير صحيح وهو مردود بالسنة النبوية الصحيحة، موضحة بأن الوقت المقصود هو الفراغ من السحور والقيام إلى صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم للصبح بعد الأذان مباشرة، بل يصلي سنة الفجر ثم يضطجع قليلا، فيكون هذا هو المقصود من كلام أنس رضي الله عنه. بهذا مشاهدينا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام موجزنا. دمتم برعاية الله وحفظه. سلام.